السلام عليكم، انا الدكتور محمود حسنين، استاذ امراض القلب كليه الطب جامعه اسكندريه، بحييكم. وانا عايز اكلمكم على فكره اليونيفرسال اكسبرس ستوديو. احنا طبعا كنا دايما بنحب نتقابل فيس تو فيس وديسكاس الموضوعات اللي بتهمنا، لكن لما جه البانديميك الكورونا بانديميك طبعا كان في ليميتيشن للقاءات اللي هي فيس تو فيس، واحنا اضطرينا ان نلجا لحاجات يا اما فيرتوال او حاجات تبقى مسجله زي اليونيفرسال اكسبرس ستوديو. الحلقات اللي سجلناها كانت كلها موضوعات بتهمكم، وكنا بنجيب اساتذه كل واحد بيبقى توب ان هيز فيلد، وبناقش موضوعات هوت توبكس وحط اسئله واجابات وكيس ستاديز. فالحمد لله سنه 2020 عملنا حلقات متعدده وكانت ناجحه جدا، وهتلاقوها ان شاء الله على الفيسبوك على يونيفرسال اكسبرس ستوديو. اتمنى انكم تدخلوا على الفيسبوك وتشوفوا الحلقات اللي سجلناها قبل كده. ان شاء الله 2021 برضو هنتابع نفس الموضوع ونفس الافكار، اللي هو هنجيب اساتذه وهنناقش كيس ستاديز وموضوعات فيري هوت. فان شاء الله تابعونا في السنه دي، واتمنى انكم تستفيدوا من الحلقات دهيا، وشكرا.